بقول لك ايه يا بابا يا حبيبي، انا هخش البس وانزل مع اصحابي. ماشي يا حبيبتي، روحي بس ما تتأخريش بقى. حبيبي يا غلط، ايه ده انا خرجته الساعة 12 بالليل نزلت دلوقتي؟ في ايه يا بابا؟ انا كنت متفق مع اصحابي ان احنا نروح السحر النهارده مع بعض، وبعدين احنا في رمضان يعني عادي. هو اللي احنا في رمضان ده مبرر يعني ياخد ما في عيد هتنزل الساعة كام؟ خش جوه بقى مفيش نزول. وين حضرتك اللي بتاخد اخر بقى يعني؟ خلاص خلاص يا حبيبي انزل الزيت ده، ما تتأخريش اهم حاجة عشان بخاف عليك يا بنوتي يا حبيبتي. ماشي يا حبيبي. احنا بقى كمان عايزين اخر بقى انت بتضحك عليا؟ اللي انت مديني العب بيه ده السوبر مان العب بيه، ولا كان سوبر مان يا عم العب بيه، ولا السوبر مان العب بيه يا عم. ايه يا ابني يا لهوي يا لهوي طب يا لهوي، ينفع كده يا حبيبي؟ معلش يا حبيبي ده يعني اللعبه اتلقت عليك يعني؟ العب تاني يا حاج معايا طب تاني. ما بص ما غصب عني نعمل ايه بقى؟ انا كنت هكسبك يا حاج. ده ما تزرش يا حاج. ولا ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه حاج اللي ابنك بعمله ده؟ ما خافش يا حاج، معلش يا حاج، بس يا بابا بس يا حبيبي. لا لا مش هيموت دلوقتي يا حبيبي.